بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في الواقع قبل ما بتيجي تتكلم على اي مباراه لازم تشوق وتتوق، تقول للناس ان انت قدام مباراه جميله، قدام مباراه مثيره، قدام مباراه حماسيه، قدام مباراه قد تكون فيها جيم مفتوح واهداف كتير. انما بصراحه لما تيجي تتكلم على مباراه الجزائر وتونس بكره في نهائي كاس العرب، محتاج ان انت تقعد تفكر بالعقل كده. هو منزل الكبير بتاع جيم مفتوح؟ لا. طب ما جيت بجره بتاع جيم مفتوح لما بيسجل الهدف الاول برضه لا. يبقى مباراه حماسيه ومباراه مليانه هجوم ومباراه مليانه فرص. منين طيب؟ منذ الاجبار قدام منتخب مصر كان بيلعب بال 3 4 2 1، 3 4 2 1 او 5 2 3. ال 5 2 3 دي بيعتمد فيها في الهجوم على سيف الدين الجزيري، وكان تحت يوسف المساكني وحنبعل المجبري. اتوقع ان هو بكره هيبدا برضه 3 4 2 1. هيكون بن عايده موجود ناحيه امين، بن عياده موجود ناحيه اليمين، وغيلان وساسي، وطبعا محمد دراجر هيكون موجود ناحيه اليمين علشان خاطر يقابل لعيب زي يوسف دلال. وراهم اتوقع ان دلال العيفه، ولو ياسين مرياح ما يعني ربنا كرمه وبقى جاهز للمباراه بنسبه 100% اتوقع ان هو هيبدا. والناحيه الثانيه منتصر الطربي، ووراهم المعز حسن. الناحيه الثانيه المنتخب الجزائري كده كده متعود ان هو بيلعب بطريقه لعب اقرب لطريقه لعب المنتخب الاول، وهي 4 2 3 1. 4 2 3 1 الاعتماد على بغداد بنجاح كسترايكر، ناحيه الشمال هيكون موجود فيها يوسف بلالي، ياسين ابراهيمي صانع العاب. الناحيه الثانيه طيب مزياني بعد الاداء الكويس جدا اللي بيقدمه في الماتشات الاخيره، اتوقع ان هو هيبدا بيه بكره اساسي. اتوقع ان هو هيرجع حسام مرزوقي مكان دراوي جنب بن دبكه، لان مرزوقي الماتش بتاع قطر ما كانش مطلوب علشان خاطر بيعرف فاولات كتير، فالمنتخب التونسي ما عندوش خطوره كبيره في الكرات الثابته، فاتوقع ان هو يرجع مرزوقي. ولو لعب بدراوي يبقى برده خيار محترم جدا لو قرر ان هو يستمر الناس التشكيله اللي لعب بيها. الياس شتي ناحيه اليمين، الناحيه الثانيه بن حسين بن عايده بن عياده برده. الاثنين مساكين بدران وبالعمري، اتمنى ان بدران وبالعمري يكونوا موجودين عشان خاطر المنتخب التونسي برده عنده نقطه قوه في الكرات العاليه، علشان خاطر سيف الدين الجزيري المنتخب التونسي بيعتمد عليه في الكرات العاليه والهجمات المرتده، بس الهجمات المرتده تقعد تبص كده لا محتاجين تغاير، مش محتاجين بالعمري، بالعمري هيكون مميز في الكره العاليه. بدران ممكن يحل موضوع الكره العاليه، انما في الهجمات المرتده هيكون في مشكله، خصوصا ان حنبعل المجبري ويوسف المساكني بيتميزوا بالسرعه والمهاره. فجمال بالعمري بكره اعتقد ان هي تجربه مش هتكون كويسه بالنسبه للسيد مجيد بوجره ان قرر ان هو يحط لعيب زي جمال بالعمري اساسي، لان خلينا واقعيين ومنطقيين شويه، المنتخب التونسي مش هيجي يعمل جيم هجومي، المنتخب التونسي هيجي يعمل جيم دفاعي وهيجي يعمل جيم بيعتمد على الهجمات المرتده، لان المنتخب التونسي مش من ضمن المنتخبات اللي بتعرف تجيد اللعب وهي معاها كوره، فالمنتخب التونسي يبقى عنده مشكله في ازاي يحل التكتلات الدفاعيه للخصوم، المنتخب التونسي عنده مشاكل كتيره جدا كلها متعلقه بالمدير الفني وبصمه المدير الفني هو منذ الباين. المنتخب الجزائري الناحيه الثانيه ناس كتيره جدا بتقول ان بغداد بنجاح ويوسف البلالي وياسين ابراهيمي هم نقاط القوه في المنتخب الجزائري، ودي على فكره حقيقه، بس الحقيقه الاكثر اللي موجوده في المنتخب الجزائري هي الروح والحماس والاراده والعزيمه والتفاصيل الصغيره، الفروق ما بين اللعيبه هي اللي بتخلص الماتشات دي. على الورق المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري ممكن يكونوا يعني متعادلين في كل حاجه، المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري متعادلين في كل حاجه، كل حاجه بالنسبه لهم واحده، ده عنده مشاكل هجوميه، ده عنده مشاكل هجوميه، ده بيعتمد على فرديات اللعيبه، ده بيعتمد على فرديات اللعيبه، ده عنده خط دفاع قد يكون نوعا ما مش قوي جدا، الثاني عنده خط دفاع قد يكون نوعا ما مش قوي، وراهم حارس مرمى. ماتشات وماتشات، يعني المعز حسن بكره لو في كامل تركيزه ممكن المباراه تكون رايحه الاكسترا تايم، المعز حسن لو بكره بيلوش واي كره تشاط عليه هيقلق منها ممكن يلبس جول من يوسف بلالي من تصويبه عادي جدا، انما المعز حسن لو بكره يكون عنده شويه ثقه وشويه روح وشويه حماس ممكن يفرق. مباراه المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري توقع الشخصي ان هي هتطول معانا، هتطول معانا. الا بقى لو في حد فيهم حل الموضوع بدري يسجل جون والتاني هيكون صعب عليه ان هو يرجع، يعني الماتش ده بالميت بتاع 1-0، انما 2-1 1-1 الماتش ده مش مشكله خالص. انا اتمنى ان انا توقعي يطلع غلط، واتمنى ان انا اشوف ماتش حماسي وماتش فيه جوان كتير، بس بصراحه ما اتوقعش، لان الماجيك بوجره من الناس اللي لما بيجيب الهدف الاول بيقرر ان هو يتراجع ويلعب على المرتدات. منزل الكبار الناحيه الثانيه كده كده بيبدا مرتدات اساسا، يعني ما عندوش فكره ان انا ابدا استحواذ واروح اهاجم والكلام ده، لان الموضوع كله في منتخب تونس متوقف على فرديات لعيبه مش متوقف على شغل مدرب. والناحيه الثانيه بالنسبه للمنتخب الجزائري رغم ان الماجيك بيتطور كل مباراه عن مباراه، بس الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل، خصوصا ان انت هتلاعب فرقه بتعرف تدافع كويس، فرقه احرجت المنتخب الاول الجزائري في مباراه وديه، المنتخب الجزائري عرف ان هو يكسبها 2-0، بس كانت مباراه مليانه جيم دفاعي، المباراه اللي حرفيا
الاعلام التونسي كان نفسه منتخب تونس يطلع من نص ملعبه. اه والله بجد انا فاكر الماتش ده كويس، فاكر ان المنتخب التونسي كان قاعد في 90 دقيقه في نص ملعبه، نص الكبير في الاخر طلع قال لك ايه، احنا راضيين عن الاداء وراضيين عن اللي احنا قدمناه جوه الملعب. اللي هو تحس ان الراجل ده مغيب حرفيا، بس هنعمل له ايه؟ فاتوقع ان موز الكبير هيقرر بكره ان هو ينزل يعمل جيم دفاع، ويلا بقى اديني مرتدات للصبح. ايه المرتدات جت؟ لو ما جتش سيبوا الكوره للمنتخب الجزائري ونطول الماتش على قد ما نقدر. ده اللي انا متوقعه بصراحه. بالنسبه لنا المنتخب الجزائري هو المرشح الاول للفوز. لو الكوره ماشيه بالعدل الجزائر هتاخد البطوله، لو الكوره ماشيه بالنوايا الصالحه فموز الكبير ممكن ياخد البطوله. ده بصراحه وجهه نظري، وده رايي من الاخر والفاخر، والحمد لله. لو انت كملت معايا الفيديو لحد هنا اتوقع ان انت هتشتم، بس لو ما كملتش تبقى من الناس البرنسات. اما لو انت عملت لايك او سبسكرايب قبل ما توصل هنا فانت برنس. اما لو انت من الناس اللي هتنزل تعمل لايك او سبسكرايب لو الفيديو عجبك بعد كل ده فانت حبيبي وشقي يا زميلي. وما تزعلش بقى، هذا توقعي الشخصي وربنا يستر عشان توقعاتي بتلبس الناس. توقعت المغرب، المغرب لبس. كنت متوقع ان قطر هتكسب الجزائر بس قطر لبست. فاتمنى